رجعنا معاكم مشاهدينا نكمل حوارنا مع مروة رخا. كمان احنا عندنا بس سؤال حق ريم. تفضلي يا مروة. هي ريم مشكلتها ان هي كانت بتحبه وقالت له تعالى اخطبني فقال لها لا. هي اكتشفت انه هو بيلعب عليها. بيلعب عليها يعني. طيب هي ريم برضو دي مشكلة بتحصل كتير قوي. اولا فكرة ان بنت تقول للولد تعالى اخطبني دي فكرة مهينة جدا. انه رخصت نفسها. فكرة مهينة جدا. العلاقة بتكون باينة من الاول هي ماشية في انه اتجاه. يعني لو هو بيتكلم معاها وبيتكلم بصيغة بيتنا وولادنا ومستقبلنا وهنعمل وهنسوي ده باين ان ده اتجاه العلاقة رايح في اتجاه الالتزام والارتباط والكوميتمنت لونج تيرم. لكن طول ما هو بيتكلم في سوس وسوس وكوكو كوكو هنعمل ايه وكلام الحب وبيت العصفورة يكفينا والقلة تكفينا ده حد بيتسلى. وبعدين كل واحد فينا جواه في قرارة نفسه بيبقى عارف العلاقة دي جدة ولا لأ. بيبقى عارف انا اللي بتصل على طول وانا اللي بهتم على طول وانا اللي عايزه اشوفه على طول ولا الموضوع متوازن ومتكافئ. فهي ريم محتاجه تقعد مع نفسها وتكون صريحه مع نفسها. هل انا كنت بالبلدي راميه نفسي عليه ولا هل هو كمان كان بيبادلني نفس المشاعر ونفس الاحاسيس وبنفس القوه وبنفس الدفعه دي؟ بيبان الشاب اذا كان هو جدي او بيلعب. بيبان يعني البنات دلوقتي كمان المفروض تعرف الموضوع ده خلاص. بس هي المشكله يعني. هي بتضحك في الموضوع على نفسها. فلازم يعني استخدام العقل ده يعني. البني ادم بيضحك على نفسه. هي بتكون متعوده عليه او نفسها ان الحلم يتحول لحقيقه فبتضحك على نفسها. صح. بتبقى شايفه قله الذوق في وشها وتقول لك معلش اصل زعلان معلش اصل مكتئب. والله ده بيحصل. هي في السكه في وشها وتقول لي معلش انا خنقته يعني ايه يقفل السكه في وشي. فدي يعني كل واحد بيبقى عندي صاحبتي كده يعني بتشوف صاحبها او خطيبها ده ان هو بيعمل الغلط وبتشوفه قدام عينيها وبتديله اعذار. ما هو بالظبط. وبتقول انا بحبه في الاخر وبعدين يجي تتفاجئ انه ارتبط بواحده تانية او مش عايز يرتبط بيها او مش عايز يرتبط بيها او هيقول لها انا ما وعدتكيش بحاجه انت تخيلتي الموضوع كله. فدي حاجه مهمه. انا مش عايزك از جوزه عايزك زي صاحبه زي اختي زي اختي. ايه عندنا كمان مشاكل تانية؟ اوكي انا في عندي مشكله بتتكرر كتير قوي وانا مش عارفه ليه. يعني البنات والولاد انا بقلبي بزعل جدا لما تبعت حد بيقول لي انا ما عنديش ثقه في نفسي. دي حاجه بتزعل اخر حاجه. يعني ايه ما عنديش ثقه في نفسي؟ فانا مش هتكلم بقى في الثقه وبتيجي منين والكلام النظري ده انا مش هحكي عنه. انا هحكي عنه هو ثقه من اي ناحيه قصدها؟ هو موجود على الويب سايت موجود على اليوتيوب اي حد يعمل سيرش على اسمي هيلاقيه. لكن اللي انا بقى هجيبه النصايح الخلاصه ازاي ان انت يبقى عندك ثقه في نفسك. اول حاجه اما تيجي تقعد مع ناس سواء كانوا قرايب او اصدقاء اختار الناس اللي تقعد معاهم يكونوا ناس بيحبوك ومش بيكسروا مقاديفك. يعني ليه انا يبقى ليا واحده صاحبه كل ما تشوفني تقول لي شكلك النهارده وحش ليه؟ صح. ده انه مع الناس اللي ما بيكسروا المجادف واللي بيحفزوا دول الناس بيساعدوا بالظبط يحفزوك لقدام فعلا. ليه ان انا ابقى قاعده وسط مثلا اهل والاهل دولت بيحبطوني كل ما يشوفوا وشي انت بتتجوزيش ليه او انت مش كبرتي او ليه تقديرك في الجامعه صغير. كل ده تكسير مقاديف. فانا احوط نفسي بمجموعه من الناس سواء كان من الاهل او القرايب او الاصدقاء. الناس دول بيدوني بوزيتيف انرجي او طاقه ايجابيه. يعني هذا انت الحل للموضوع هذا في موضوع الثقه. دي اول نقطه. أيوة. في موضوع بس عندنا دحين تليفون منى من المنصوره. الو الو. اهلا منى ازيك؟ اهلا بحضرتك. تفضلي عندك سؤال؟ اي عندي سؤال لمروه. تفضلي يا منى. اي ازيك يا مروه؟ ازيك عامله ايه؟ اي تمام الحمد لله. انا المفروض مرتبطه من 4 سنين. بس هو اصلا كان مرتبط قبل مني بحد يعني وبرده هي جت سابته بدون اي مبررات. اوكي. وكان حوالي عادي 2 سنين مثلا كده ما تتكلمش. حاولتي ايه؟ جت من سنه تقريبا كلمته تاني. اوكي. يعني كانت سايباه اصلا من غير ما تقول له هي سايباه ليه. جت كلمته تاني وهو المفروض كان بيحبها قوي زمان يعني. بس هو خلاص بقى معايا وقعدنا حوالي 3 سنين مع بعض. لما رجعت واتكلمت تاني هو رجع معايا تاني. أيوة هو رجع لها؟ رجع لها. ورجع لها تاني. لسه خطيبته ولا فاسخ الخطوبه؟ رجع معايا تاني وان هو المفروض هيبقى معايا. فاهمه ازاي؟ يعني هو لسه خطبك ورجع لها؟ لا يعني هو قعد معايا وخلاص يعني كان المفروض الموضوع اتظبط وان هو جاي هيقدمني وخلاص يعني اتكلم مع مامتي وان هو خلاص هيجي خلاص يعني اتكلم مع مامته واهله عرفوا وتمام. جت البنت رجعت تاني. فلما رجعت تاني هو رجع معاها تاني.
طيب يا منى اللي هو اتلخبط تاني ورجعت، كانت الاول اصلا مش بتتكلم معاه قوي يعني، هو كان بيحبها وهي ما كانتش بتحبه، فلما رجعت تاني رجعت بتحبه المره دي. طيب هو رجع معاها تاني، لما رجع تاني بعديها بشويه بدا يرجع ليا تاني، يعني بدا يحس ان هو بيحبني انا تاني. وصلت الرسالة منى وشكرا على اتصالك. ده الحين احنا حنجاوبك على السؤال ده مع استاذة مروة. طب نخلص موضوع الثقة وبعدين ندخل على موضوع منى. فاحنا دي كانت اول نقطة ان الانسان يحوط نفسه بناس ايجابية تزقه لقدام، مش تشده لورا، تسحبه على ورا. دي اول حاجة. تاني حاجة بقى ان يعني ودي حاجة بتنفع وناس كتيرة بتستهزأ بيها، ان الواحد يدلع نفسه يشجع نفسه. يعني لما مثلا انا النهارده بعد ما هروح كده اروح قايلة ايه، والله يا مروه لا نايف كان مبسوط من الكلام اللي انت قلتيه وروعه في البريك يعني قالت لي كذا كذا كذا. فان انا اشجع نفسي ان انا يعني مش عيب ان الواحد يقول مزاياه، مش عيب ان الواحد يبقى عارف ايه الحاجات الكويسه اللي فيه ويفكر نفسه بيها، مش عيب ان الواحد يشجع نفسه برافو عملت كذا النهارده، طب النهارده انت كنت كويسه وتحطيتي في موقف وعدتيه بايجابيه، برافو يا مروه النهارده بقى تاكلي بقى بيتزايا ولا حاجه. فالواحد يبتدي يشجع نفسه. والله انا اول مره اسمع. لا كلامه صح. الطاقه الايجابيه هتيجي من هنا. وبعدين غير كده بقى يعني في كتب كتيره جدا كتير قوي كلها بتبقى زي كوتس او اقوال مقصوره بتفتح نفس الواحد على الحياه. صحيح. فالواحد بقى ينقي له كام حاجه من الحاجات دي ويبقى هو ده اللي بيتصبح ويتمسى بيها. صح. يوم جميل، يوم سعيد، الحياه حلوه، اوعى تكشر، ما تعرفش مين اللي بيبص عليك وانت مكشر، مين اللي وحش ابتسامتك، الحاجات اللي طب انا عندي برضو موضوع في موضوع الثقه ده، انه طب لو واحده مثلا حاسه ان هي حلوه وكل حاجه بس لو تشوف ناس احسن منها او احلى منها بتحس ان هي ما عندهاش ثقه في نفسها. لا ده مرض من امراض النفوس، ما فيش حد مش انه لا تحس ان هي ما عندها عشان قصدك انت اللي يعني انه هي بتراقب الناس فهي لا هي مش قصدها غير، انا فاهمه انت بتقولي ايه، قصدي انه مثلا تحس ان انت لا بتستقل نفسها جنب اي حد. ايوه بس ما عشان كده بقول لك ده مرض من امراض النفوس. عمر ما حد فينا هيوصل للكمال المطلق بالطبع. فدي أكيد. اول حاجه. تاني حاجة فرضنا مثلا ان انا النهاردة حلوة وصغيرة ولطيفة وبداية مستقبلي وفي بداية كاريري، كمان كم سنة هتظهر واحدة احلى مني وفي بداية كاريرها وانجح واحلى، فيعني دوام الحال من المحال. صح. فان انا اقعد اعذب نفسي بالناس وبيعملوا ايه والكلام ده مش هنخلص. صح ده طبيعي يعني ده حاجة بشعة. وبعدين البني ادم كل الامراض النفسية اللي بتجيله من صنع ايده. انا هحكي لكم حكاية الكاكاو، عندنا وقت لحكايه الكاكاو؟ لا طب نشرح قصه منى عشان هي بتستنانا وبعدين نخش على الكاكاو. منى كويس. اوكي موضوع منى ده المشكله دي جات لي بحذافيرها كده بالظبط، بس كانت بنت حبيبتي قال لي مكتوب كتابها، فهو الولد قريبها. يعني دي بقى لبست في الحيط يعني. وانا لبست قلت قلت لها تخلعي برضو. هو البنت كانت مرتبطه بيه وهو قريبها، وبعدين كتبوا الكتاب وقعدوا 5 سنين مكتوب كتابهم وهو في دوله عربيه بيجهز نفسه وبيستعد للجواز وكده، وبعدين الحب القديم ظهر في حياته وابتدوا يتكلموا فمعاملته اتغيرت فابتدى يبعد وهي مش عارفة تعمل ايه. فمبدئيا حالة منى اهون من حالة مشمشة اللي انا بحكي عليها دي، على الاقل منى بتحكي على البر. حلها ان منى هو برضو دلوقتي لا هي بتقول منى في اخر المكالمة قالت ان هو حس بعد ما رجع البنت دي حس ان هو بيحبها، حس انه بيحب منى اصلا. ما هو دلوقتي متلخبط، هو شوية يميل على الحب القديم وشوية يميل على منى. طب ايه ذنب الاثنين اللي في النص؟ هو متلخبط دلوقتي. القديم اللي رجع ده ما كان فيه فيلم كده بتاع كان بتاع منى زكي وكريم عبد العزيز. ايوه صح. ايوه صح صح صح. ليه خلتني احبه بالظبط كده. فهو متلخبط وشوية بيحن للبنوتة الاولانية وشوية التانية بيبقى عايز يكون مع منى. فمنى عشان تأمن نفسها تماما منى تبعد وتقول انا هديك فرصة تشوف انت عايز ايه. لو انت عايز البنت الاولانية روح، ومنى الكسبانة. منى الكسبانة على الاقل ما اتجوزتش وما خلفتش منه عيال وما خانهاش، يعني منى الكسبانة نفدت بجلدها. هو قرار صعب بس ساعات بعد كده كويس ان هي ما كتبتش كتاب. الحكاية التانية بقى لو هو رجع وقال لها لا انا عايزك انت يا منى، تقول له طيب اللي حصل ده عمل شرخ في العلاقة بيني وبينك وانا مش واثقة فيك دلوقتي، فمطلوب منك تعمل مجهود مضاعف عشان تستردني تاني. انا مش هرجع تاني الميه المجاريه زي الاول، انت لازم تبذل مجهود وتثبت لي ان مش هنام واصحى تقول لي معلش انا وحشتني. فلازم هو يثبت لها قد ايه هو بيحبها وعايزها، وفي الحالتين هتبقى منى هي اللي كسبانه.
بالضبط صحيح. يعني طبعا بنشكرك والله يعني احنا لسه عندنا اسئله ولسه عندنا فعلا ايوه بس لسه عندنا حكاوي بس ان شاء الله هنطول ايوه يوم الاثنين الجاي ان شاء الله نطول الحلقه شويه وبرضه تكون في عندنا مشاكل حنشرها مع بعض ونحلها برضه مع بعض. طب بسالك سؤال، احنا الحين عندنا فقره اسمها الاجنده، انت النهارده هتروح فين؟ انا هروح فين دلوقتي؟ عندي ميعاد، في بنت عندها مشكله في الثقه بالنفس رايحه اقابلها برضه. طب وانت؟ والله ما اعرف لسه ما قررتي، بس ممكن نشوف لو الاجنده عجبني في حاجه في الاجنده ممكن اروح. طيب اوكي يا جماعه، خلينا احنا دحين نروح نشوف الاجنده ايش في عندنا اماكن عشان نخرجها ونرجع لكم ثاني بعد الفاصل.